ازيكم يا جماعة؟ دلوقتي بقى هقول لكم لو نسينا باسورد السويتش نعمل ايه. المرة اللي فاتت قلت لكم لو نسينا باسورد الراوتر نعمل ايه، وشرحنا الموضوع بالتفصيل. يا ريت ترجعوا بقى للفيديو بتاع الراوتر باسورد ريكفري. انما النهاردة ان شاء الله هنقول موضوع مختلف شوية، اللي هو برضو عندك سيسكو سويتش ونسيت الباسورد بتاعته، او جبت سيسكو سويتش يوزد مستعمل وكان عليه باسورد ومعرفتش تدخل عليها، او شغال في مكان وحد عمل باسورد للسويتش ومشي ومش عارف تدخل تغير حاجة لانه مش عايز يقول لكم الباسورد مثلا وبتحصل. فدلوقتي عايزة اقول لكم نعمل ايه برضو علشان المواقف اللي زي دي كلها. برضو عايزين نفهم شوية حاجات في الاول ونشوف السويتش بتاعنا. اولا السويتش بتاعي جنبي اهو، ولو فتحنا الترا تيرن ودخلت سيريال اهو هتلاقوا ان هو ايه داخل معايا عادي. هقول له اكزيت، هاجي داخله هيطلب مني باسورد، فكده في كونسول باسورد على السويتش ده. زي ما قلت لكم قبل كده الطريقه اللي بقولها لكم دي ينفع تتعمل لاي باسورد، انا عاملاها بس للكونسول عشان اوريك انك مش عارف تدخل خالص. انما سواء كنت ناسي بريفليج باسورد او لاين باسورد باي نوع، برضو تقدر تعمل لها باسورد ريكفري بالطريقه دي. وبرضو من شروط الطريقه ان انا لازم اكون داخله كونسول على السويتش بتاعي، ما ينفعش اكون داخله ريموت اكسس باي طريقه. يبقى من شروط الباسورد ريكفري ان انا اكون داخله كونسول دايركت اكسس. الطريقه بقى بتاعتي بتمشي ازاي علشان اقدر ان انا اعمل باسورد ريكفري للسويتش. خليني اكبر لكم الدنيا دي كده شويه واكبر لكم الخط علشان نقدر نبقى شايفين كويس. تمام اهو كده تمام. دلوقتي السويتش بتاعنا الفكره فيه زي ما قلنا برضو في الراوتر، المفروض ان انا عندي ملف اوبريتنج سيستم وملف كونفيجريشن. انا عايزه ملف السيستم او الاوبريتنج سيستم يلود، انما ملف الكونفيجريشن يحصل له سكيب، يعني ما يتعملوش لودنج او ما يبانش قدامي او ما يجيش في الرام بمجرد ما السويتش يشتغل. وده ليه؟ لان ملف الكونفيجريشن هو اللي فيه الباسورد، فانا مش عارفه ادخل. فانا عايزه ادخل من غير ملف الكونفيجريشن خالص، ادخل على السويتش وهو فاضي ما فيهوش كونفيجريشن، وبعد ما ادخل ابتدي استدعي ملف الكونفيجريشن تاني علشان اقدر ان انا اعدل الباسورد اللي عندي او الغيها خالص. عايزين بقى نفهم السويتش مختلف في ايه. السويتش يا جماعه، يعني هعمل هنا كده ان انا فجاه افتكرت الباسورد عشان عايزه اوريكم حاجه بس واحنا شغالين. لو انا قلت للسويتش بتاعي شو فلاش، وريني الفلاش، وزي ما قلنا قبل كده ان الفلاش هي اللي فيها ملفات الاوبريتنج سيستم، اهو الفلاش هو اللي فيه ملف الاوبريتنج سيستم. فلو بصيت على فلاش السويتش هلاقي ان من ضمن الملفات ملف اسمه config.txt، ده اللي فيه الكونفيجريشن بتاعه السويتش، وزي ما انتم شايفين ان هو متشال فيه الفلاش. والنظريه ان انا محتاجه اغير اسم الملف ده علشان خاطر والسويتش داخل بيدور عليه، فلما ما يلاقيهوش يفتح من غيره، يعني يعمل له سكيب زي ما كنا عملنا في الراوتر قبل كده. سكيب قلنا قبل كده يعني يعديه او يفتح من غيره. فدلوقتي انا دخلت فبيطلب مني الباسورد اللي انا ناسياها، فطب هغير اسم الملف ازاي وانا اصلا ناسيه الباسورد، مش عارفه ادخل على حاجه اساسا عشان اغير حاجه. فقال لك الفكره دلوقتي ان انت هتبتدي برضو تدخل على الليميتد مود بتاع السويتش وتغير اسم الملف من config.txt لاي حاجه تعجبك، وبعدين تلود السويتش عادي يفتح على الاوبريتنج سيستم بتاعه عادي، وبعدين تستدعي الايه الملف تاني عشان تقدر تغير فيه او تلغي فيه زي ما انت عايز. يعني زي ما تقول ايه، بتاجل خطوه الكونفيجريشن فايلز او بتاجل خطوه ملفات الكونفيجريشن. بدل ما السويتش كان هيلود الاوبريتنج سيستم وراها على طول هيلود ملف الكونفيجريشن، لا هو هيلود ملف السيستم ويستنى شويه لحد ما انت تقول له يلود ملفات الكونفيجريشن. الخطوات بتاعتنا بتكون ازاي؟ شوفوا بقى الفكرة دلوقتي ان انا عشان ادخل على الليميتد مود بتاع السويتش هعمل ايه؟ السويتش زي ما قلنا قبل كده ما فيهوش زرار باور، بس في زرار اسمه مود، شايفينه؟ هو ده في السويتش بتاعي انا اللي انا شغال عليه دلوقتي اهو، هو مش باين قوي بس شايفين هنا في زرار كده اهو،
هو ده الزرار، وبيبقى مكتوب عليه مود اصلا، وبيبقى تحت الليدات بتاعت السيستم بتاعت السويتش. فدلوقتي عندي زرار المود ده، المفروض ان السويتش بتاعي واصل كونسول اهو وطالب مني الباسورد. فانا هشيل كابل الباور بتاع السويتش لان هو ما فيهوش زرار باور، هشيل كابل الباور بس وانا دايسه على زرار المود، يعني هدوس على زرار المود واشيل كابل الباور، وانا دايسه على زرار المود هحط كابل الباور، يبقى بفضل دايسه زرار المود وابتدي اشيل كابل الباور واحطه. فتعالوا كده نعمل الخطوه دي اهو. انا دلوقتي دايسه على زرار المود، وبعدين ابتدى الليدات بتاعت السويتش بتعمل بلينكينج، يعني ليدات السويتش بتنور وتطفي. كده انا فكيت كابل الباور من السويتش، هبتدي بقى احطه تاني. وانا حطاه مش هشيل ايدي برضو من على زرار المود لحد ما يطلع اللي طلع لنا على الشاشه ده، اقوم شايله ايدي. كده انا دخلت على الليميتد مود. هو هنا بقى اللطيف جدا ان هو بيغششك، يعني هو بيقول لك اكتب شويه الاوامر دي بس، ايه يعني مش فجاه كده، يعني هتكتبهم واحد واحد. يعني هو الخطوات بقى دلوقتي ان انا المفروض هكتب اول امرين وادوس انتر، وبعدين ابتدي اغير اسم الملف اللي هو config dot text، وبعدين ابتدي اعمل بوت. يبقى الثلاث اوامر دول مش هكتبهم مره واحده، اصل بوت ده يعني ريلود يعني ريستارت، فانا مش هكتب واقوم ريستارت وانا ما عملتش حاجه. فالفكره دلوقتي انك هتبتدي تاخد امر امر كده تنفذه. فانا هاخد الامر الاولاني اهو، هيبتدي initialize الفلاش، هنسيبه يخلص تمام. يعني احنا هنبتدي، هو بيغششني بدل ما احفظ الاوامر فهو بيقول لي ايه، عادي انت نفذ بس ورايا. وهاخد الامر التاني اللي هو اللود هيلبر. على فكره انا باخد كوبي وبيست، ان انا بسيلكت بختار الكلام وبقوم عامله رايت كليك بس، فهو بيبتدي ايه ياخد الكلام بتاعي كوبي وبيست. طب بعد كده لا، ما اعملش بوت بقى، بوت هبقى ما عملتش حاجه لاني لسه ما غيرتش حاجه. فببتدي بعد كده اقول له ايه داير فلاش، ان انا عايزه ابتدي ادخل على الدايركتوري او الفولدر يعني بتاع الفلاش. فانا هاخد الجمله دي كده كوبي، سوري هناخد الجمله دي كده كوبي، وهنروح هنا واقوم حطاها بيست تمام كده. هقول له اوكي، هتلاقيه جاب لي الايه الملفات اللي هي جوه الفلاش عشان انت تبتدي تشوف هو الملفات اسمها ايه. هلاقي فعلا موجود عندي ملف اللي هو config dot text، هو ده الملف اللي فيه الباسورد في السويتش، فانا عايزه اغير اسمه عشان والسويتش داخل ما يبقاش ده كانه مش موجود. فطالما كانه مش موجود يبقى يفتح من غيره. فهعمل ايه؟ هبتدي اكتب الامر اللي هو rename flash، يعني غير اسم ملف في الفلاش من config dot text لبرضه في الفلاش config.text.old. ممكن تسميه اي حاجه تعجبك ان شاء الله توتو، انما هنا عشان تبقى عارفه يعني. فالفكره دلوقتي انك لما بتحط له دوت اولد دي في الاخر، دوت اولد ده مش اكستنشن يعني معترف بيه. امال النظريه في ايه؟ قال لك النظريه انك دريته خالص، يعني هو كان اسمه اصلا config.text، فالسويتش كان بيدور على config.text، انت كده بتقول له ايه؟ دور على config.text فين بقى؟ مفيش، ده دوت اولد في الاخر، كانك خبيته. فالسويتش مش هيلاقيه اصلا عشان يشتغل بيه. فهقوم واخده الامر ده كده، ممكن على فكره اكتبه، يعني انا ممكن اقول له كده عادي rename flash نقطتين فوق بعض الملف بتاعي اللي اسمه config.text تمام. وبعدين برضو في الفلاش عندي ملف خليه بقى اسمه config.text.old. كده انا بدري، كده هو نفذ الامر بتاعي خلاص. كده هو الملف اللي كان اسمه config.text بقى اسمه config.text.old. خليني اقول لكم اماكن المسافات في الامر عشان الموضوع يبقى بسيط. هي rename بعدين مسافه بعدين flash نقطتين فوق بعض config.text، كل ده من غير مسافات، وبعدين مسافه وبعدين flash نقطتين فوق بعض config.text.old من غير برضو مسافات. دلوقتي بقى اقدر اكتب الامر الثالث اللي هو boot. boot يعني بقول له اعمل reload بقى بالتظبيطات الجديده، اسيبه بقى يبوت عادي. هو دلوقتي السويتش هيبتدي يشتغل، وهتلاحظوا لو انتوا اشتغلتوا على سويتش واشتغلتوا على راوتر هتلاقي ان السويتش اسرع بكتير من الراوتر دايما. فهنا كده ايه ابتدى هو بيلود ملف السيستم عادي بقى، والمفروض ان هو هيبتدي يدور على config dot text مش هيلاقيه. فلما هيجي داخل هتلاقيه داخل من غير
الباسورد، يعني المره اللي فاتت كان بيدخل بالباسورد عادي، لا المره دي لما هيجي يدور على ملف الكونفيجريشن اللي فيه الباسورد مش هيلاقيه اصلا وهو داخل، فهيبتدي يدخل من غير اصلا ما يطلب مني باسورد. اهو شايفين، مش بس من غير باسورد، ده من الاول خالص، برضو من اول ايه، يس ونو زي الراوتر. هقول له نو كده معناها ان كل الاوامر اللي كانت على السويتش مش باينه، يعني لو اي بي هات راحت، وخلي بالكم انت ما غيرتش الباسورد بس، انت غيرت كونفيج دوت تكست كله. فالفكره دلوقتي ان انت ايه، عايز تبتدي، انت دخلت خلاص من غير الباسورد، عايز بقى تقول له ايه، هات ملف الكونفيجريشن تاني باسمه الاصلي واعرضه لي بقى في الرن عشان اغير فيه. يعني انت الخطوه اللي انت قلنا ايه، بتاجلها. انت كان المفروض هو يلود ملف الكونفيجريشن ورا ملف السيستم على طول في الاول، لا انت قلت له اجل الخطوه دي، وصلت ان انا دخلت من غير باسورد خلاص، ابتدي بقى ايه، خلاص انا دخلت، ابتدي ارجع اسم الفايل بتاعي تاني، هقول له رينيم تاني، بس بدل config.txt.old رجعه لي تاني config.txt، وهات لي بقى config.txt ده من الملف السيستم على ايه، على الرننج configuration. يعني كده انا بقول له الرننج configuration زي ما قلنا دي الرامات بتاعه السويتش، دي اللي فيها هيرن كل حاجه، دي اللي بتتعرض قدامي، مش محفوظه بس دي اللي بتتعرض والسويتش بيكون شغال بيها لحد ما تحفظها. فدلوقتي هبتدي اعمل ايه على السويتش بتاعي، هبتدي اقول له تاني رينيم، غير لي اسم الملف. خلوا بالكم قبل ما اغير خليه برضه افرقه عليه دلوقتي. لو قلت له شو فلاش، لاحظوا اهو شايفين اسمه اهو، هو ده اللي ايه، اللي متداري، انا زي ما اكون حطيته جوه علبه، اهي العلبه اهي، انا عايزه اشيلها بقى، انا عايزه ارجعه تاني لاسمه الاصلي عشان السويتش يقدر يتعرف عليه. فهقول له رينيم من الفلاش، برضو مفيش مسافات، يعني رينيم مسافه فلاش، مفيش مسافه بقى، كونفيج دوت تكست دوت اولد الاسم اللي هو القديم، وبعدين برضه هنحطه في الفلاش وسميه اسمه بقى اللي هو الاصلي config.txt. قال لي اكيد اكيد هتسميه config.txt، ايوه انتر كده هو اتسمى خلاص. لو قلت له شو فلاش هتلاقي فعلا ما بقاش فيه config.txt.old، لا رجع باسمه الاصلي اللي هو config.txt. خلي بالك انك لو دلوقتي عملت ريستارت للسويتش هيفتح بالباسورد، يعني انت داخل من غيرها اه، بس انت كنت داخل من غيرها على اساس انه مش لاقي الملف اللي فيه الباسورد، انما دلوقتي الملف بقى واضح، فلو انت عملت ريستارت للسويتش فانت هتبدا من الاول. فنخلي بالنا ان احنا نمشي في الخطوات بقى من غير ما نعمل ريستارت للسويتش خالص. فانا دلوقتي على السويتش بتاعي وخلاص ملف الكونفيجريشن رجع باسمه الاصلي، بس هو دلوقتي متداري، يعني هو رجع باسمه الاصلي اه، بس ما هواش معروض، ما هواش السويتش شغال بيه في الرننج كونفيجريشن. انا عايزه بقى استدعيه في الرننج كونفيجريشن عشان السويتش يبتدي يشتغل بيه فعليا، يجيب كل الاوامر اللي فيه بقى، لو في اي بي هات، لو في باسوردات ثانيه، لو في سكيورتي، لو في بورت سكيورتي، اللي موجود يجي بقى. فابتدي اقول له ايه، كوبي انسخ هات من الفلاش كونفيج دوت تكست، يعني هات من الفلاش الملف اللي اسمه config.txt على السيستم في الرننج config وانتر. قال لي اكيد، بس سوري انا عايزة اجيب في الرننج config كاملة عشان لو الموضوع ده بيلخبطه ولا حاجة، فلا انا عايزة الاسم بالكامل يعني للشغل بتاعي اهي، في الرننج config كده. هو ايه جه، طب الدليل على انه جه، لو قلت له دلوقتي شو رن ونزلت بقى كده، هتلاقوا يا جماعه ادي الباسورد بتاعه الكونسول موجوده اهي ومعروضه، يبقى كده اديني عملت الباسورد ريكفري وعرفت الباسورد انها 1 2 3. بس خلوا بالكو، افرض كانت متشفره، ما في امر يا جماعه اسمه سيرفيس باسورد انكريبشن، سيرفيس اهو باسورد انكريبشن، تمام. الامر ده بيشفر كلمه السر بتاعه الكونسول، يعني انا دلوقتي لو قلت شو رن وريني الكونفيجريشن اللي في الرننج،
هلاقي ان الباسورد مش باينه، يعني ما هياش مظبوطه، اهي شايفين دي بتتفك سهل. بس طب افرض انا ما اعرفش موضوع انها بتتفك سهل، ده باينه قدامي بالمنظر ده، فانا مش عارف بقى. او افرض كانت انيبل سيكريت، فالانيبل سيكريت بقى ما بتتفكش اصلا، فهعرف منين بقى الباسورد؟ فقال لك خلاص الغيها وخلاص، يعني ادخل كده كونفيجر واقول له لاين كونسول زيرو واقول له نو باسورد، وتبقى انت كده لغيتها. او اعمل واحده جديده، يعني انت القديمه خلاص انت ناسيها، قول باسورد جديده وخلاص، وبعدين اخرج وسيف بقى على الكلام ده علشان كوبي ران ستارت، سيف بقى الملف الجديد علشان خاطر ما تبداش من الاول برضو، ما انت ما تبقاش غيرت كل ده وفي الاخر ما تعملش سيف، فيبقى كأن كل اللي انت عملته ده ما حصلش كده. خلاص انا لو دلوقتي عملت اكزيت من السويتش وجيت داخله تاني، بدخل من غير باسورد خالص، ولو كنت عملت باسورد جديده كانت هتطلب مني الباسورد الجديده وخلاص. زي ما انتم شايفين الباسورد ريكفري للسويتش مختلفه تماما عن الباسورد ريكفري للراوتر، الراوتر كانت خطوات غير دي خالص. فيا ريت يكون كده واضح عندكم الفرق بين الاثنين. للاسف دي ما بتعرفوش تجربوها في الباكيت تريسر او في السيميوليتور، الثانيه ينفع لو انت حابب تجرب الباسورد ريكفري بتاعت الراوتر في الباكيت تريسر تقدر، انما في السويتش مش هتقدر بسبب ان انت ما عندكش كابل الباور اللي تقدر تشيله، وما عندكش زرار المود اللي انت بتدوس عليه في الاول. ده كده بالنسبه للباسورد ريكفري بالكامل. كده انا عملت لكم يعتبر سلسله من ازاي تعمل باسورد للسويتش والراوتر، ازاي تعمل ريموت اكسس للسويتش والراوتر، وبعدين لو نسينا الباسورد دي كلها نقدر نعمل ايه، ازاي اقدر اعمل راوتر باسورد ريكفري، وازاي اقدر اعمل سويتش باسورد ريكفري. يا ريت يكون كده الباسورد سيريز دي عجبتكم، ويا ريت تسيبوا لي كومنتات بنفسكم تشوفوا ايه في السيريز اللي بعد كده، وحابين ان انا اشرح لكم ايه، وحابين الموضوع يتطور ازاي. يا ريت برضو تعملوا سبسكرايب للشانل عشان يقدر يوصل لكم كل جديد، ويا ريت تعملوا لي شير عشان اكبر عدد من الناس يقدر يوصل لهم المعلومات بتاعت الكورس بتاعي ان شاء الله. شكرا ليكم وجود لك.